السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهام شانل. جيسبيغ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الوصفة ديال اليوم أو الفيديو ديال اليوم غتكون وصفة لتبييض العنق أيضا اليدين والرقبة، وصفة غزالة بزاف غتساعدكم من إزالة أو تخفيف من الهالات السوداء أيضا التجاعيد بزاف الأمور أخرى اللي إن شاء الله غادي تنال الإعجاب ديالكم. أيضا غتساعدكم أنكم تبيضوا الوجه ديالكم بواحد النسبة اللي غزالة بزاف، فنتمنى تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم وتردوا علينا في خانة التعليقات. دابا ندوزو المكونات وطريقة التحضير. أول مكون غتحتاجو إناء فيه بعض قطرات ديال الماء، أيضا غتحتاجو البودرة ديال الحليب سواء نيدو أو لنوع آخر، أيضا غتحتاجو البودرة ديال النشا اللي كاينة باغتو، غتلقاوها في لي المحلة التجارية ولا لي سوبر مارشي الكبار كاينة فيهم موجودة، وأيضا غتحتاجو ماء ورد، قنينة ماء ورد. هادي ديما كنوريها لكم لأنه صراحة كنستعملها بكثرة. هاد القنينة هادي ديال الماء ورد كنت خديتها من عند لاماخك أوليا كار، ماء ورد صراحة ديالهم غزال طبيعي، عجبني بزاف البشرة ديالي، منوض ليا لا حساسية لا والو، ففغيمون غزال بزاف. وأيضا غتحتاجو الحامض اللي كيجي على هاد الشكل هذا، وأيضا غتحتاجو زيت الليمون لتبييض البشرة ديالكم أو للوجه ديالكم. هذا ديال غاسي فيتا غادي تلقاوه في لي باغافارماسي أيضا في لي فارماسي، تمن ديالو جد مناسب كيدير 43 درهم في لي فيرم لي فارماسي عفوا، وأيضا في الباغافارماسي. دابا غادي ناخذ الاناء ديال النشا اللي كيجي على هذا الشكل هذا، غتلقاوه فين ما مشيتو. غادي نوضع الكميه اللي غادي تناسبني، وايضا غادي نوضع الكميه ديال بودره الحليب نيدو او لا ماشي نيدو، دونك لو شو تيبقى ليكم. وايضا غادي نوضع بعض قطرات الحامض، ايضا غنوضع بعض قطرات زيت الليمون الاساسي، وايضا غنوضع بعض قطرات ديال الماء ورد اللي خدوا اي مارك بغيتو. وغادي نخلط تجميع المكونات ومن بعد ان شاء الله رجع. وبعد ما خلط تجميع المكونات ايضا جميع العناصر اللي كتكون من بعض القطرات ديال زيت الليمون، ايضا بعض القطرات ديال الماء ورد الطبيعي، وايضا النشا، وايضا بودره الحليب خذوا اي نوع بغيتو، ايضا بعض القطرات ديال الحمض ديالنا، فصبح عندي هذا الشكل هذا. من بعد طبقت الماسك على اليدين ديالي، نتوما اكيد غتطبقوهم على الوجه ديالكم لمده كتراوح ما بين 3 ساعه حتى ربع ساعه الماكسيموم. من بعد توصلوا الوجه ديالكم بصحتكم وراحتكم، الوصفه غزاله 100%. ممكن ايضا تستعملوا حتى اليدين ديالكم وايضا العنق ديالكم، كتبين لكم الوجه بواحد الشكل رهيب لانها كتحتوي على بزاف د الحوايج اللي غزالين، منهم الحامض، منهم زيت الليمون، ايضا منهم الماورد، ومنهم بودره الحليب ونشا لي فريمون غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. فجربوا ايضا، كتساعد على انها تبيض بواحد الشكل رهيب رهيب رهيب، وصراحه كيبان البرهان اولا كتبان النتيجه من ثاني استعمال الى اول استعمال. فجربوها وردوا عليا في خانتي المعلومات اولا التعليقات. شكرا لكم على حسن المتابعه، ما تنساوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناه، ايضا ضغطوا على زر الجرس، وايضا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم.